ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ عايز اعمل فيديو بس بسرعه. ناس كتير عماله تكلمني، انت ليه ما بتتكلمش عن الام ام اس؟ ما بتجيبش سيره الام ام اس ده، صح ولا غلط؟ ناخده ولا ما ناخدوش؟ انا ما حبيتش اتكلم في الموضوع غير لما قريت عنه جامد. اشتريت كتاب ليه، الكتاب اللي اشتريته واحد دكتور من ضمن الدكاتره اللي هم مساعدين لجيم هامبل. جيم هامبل اللي هو مكتشف الماده دي، اللي هو هربان دلوقتي، الحكومه عايزه تقبض عليه بسبب ان الماده دي مدمره لجسم الانسان. تمام، انا في ناس كتيرة من اللي تابعت معاهم وناس كتيرة من اللي اتكلمت معاهم كانوا بيستخدموا المادة دي، بس المادة دي السؤال هنا، ما هو عايزين نجيب الخلاصة، هتخففك من الاتش اي في، هتخففك من الايدز، هتخففك من الهيباتايتس، هتخففك من الهيربز، هتخففك من اي فيروس. المادة دي هتشيل منك الفيروس بنسبة 30%، لكن وهي بتشيل منك الفيروس بتكون بتدمر لك الكبد والكلى بنسبة 100%. ليه؟ لان هذه المادة مصنعة من الكلور، مصنعة من الكالوراين دايوكسيد اللي هو كلور مصنع. تمام، ممزوجة ب 28% من الصوديوم كلورايد مع أي أسيد من الإيه؟ من السيترس جوس. أوكي، المادة دي أنا جايب لكم أهو الكلام اللي على النت، المادة دي is a toxic chemical، مادة كيميائية مسممة. لو انت في العشرينات او في التلاتينات ولسه شاب كده وصحتك كويسة وجالك حتى اي فيروس، تمام، وخدت المادة دي لمدة سنة سنة ونص وصحتك كويسة ووظائف الكبد والكلى عندك كويسين، مع الوقت بطلت المادة دي، اول ما تخش في الاربعينات وكده مش هيجرالك حاجة في الكبد والكلى الا بنسبة بسيطة جدا. لكن لو انت معدي الاربعين، انتوا عارفين كل ما الانسان ما بيكبر كل ما الوظائف بتاعت الجسم بتقل معاه. تمام، لو انت فوق الاربعين ووظائف الكبد والكلى اوريدي ابتدوا ان هما ما يشتغلوش زي ما انت شاب، يعني ابشر كده بعد 3 4 سنين هيجيلك يا اما فشل كلوي يا اما تليف كبدي يا اما الاتنين. الماده لا تتعدى في تصنيعها الدولار. أرخص نوع من الكلور، أرخص نوع من الكلور. هذه المادة لا تعالج إلا مرض واحد بنسبة 100%، وهو مرض الملاريا فقط. هتاخدها للإيدز، هتاخدها للهيربز، هتاخدها للهيباتايتس، هتاخدها لأي فيروس هتاخدها. المادة دي بتساعد إن الجسم يفرز نسبة أكسجين أكتر بنسبة 30%. يعني لو انت مثلا خدتها هتساعدك ان انت تتخلص في الفيروس بنسبة 30% فقط، لكن بنسبة 100% استحالة. ليه بقى بتعمل ايه المادة دي؟ ايه هو الصوديوم كلورايد اللي هي متركبة من المادة اللي هي المين تركيب للام ام اس اللي هو توكسيك كيميكال، مادة كيميائية مسممة. اوكي، it can cause acute renal failure، يعني بتبوظ لك الكلى. renal failure يعني تدمير للكلى. بيقول لك small amount about 1 gram can expected to cause nausea vomiting. ممكن ناس ما يحصلهمش الكلام ده في الاول بس بيحصل بعدين. اكتر حاجة يا جماعة المادة دي بتدمرها بتعمل لك حاجة اسمها هيموليسيس. ايه هو الهيموليسيس؟ الهيموليسيس ده اللي هو رابشرنج، تقطيع وتمزيق للريد بلاد سيلز، لخلايا الدم الحمراء. يعني انت يا فرحتي بتاخد ماده رخيصه لا تتعدى الدولار في تصنيعها، تصنع في البيت، تصنع في اي حته، معموله من كلور. لو انت عندك الملاريا وشاب صغير وخدتها لمدة سنة أو أقل من السنة، هتخلصك من الملاريا. فهتتخلص من الملاريا وبعد كده جسمك هيبقى تمام بعد كده في المستقبل. لكن لو أنت شاب صغير وعندك مشكلة في وظائف الكلى أو الكبد، لو أنت معدي الأربعين وعندك مشاكل أو ما عندكش مشاكل واستخدمت المادة دي لمدة كام سنة، ابشر حضرتك هيجيلك تليف في الكبد وهيجيلك تدمير في الكلى. اخد المادة دي ولا ما اخدهاش؟ ما تاخدهاش.
يعني انا يا جماعه في فيديوهاتي كلها بقول لكم ما تاخدوش اكل مصنع، ما تاكلوش حاجه محمره، اللي هو ما بيأذيش لدرجه كبيره، لكن تيجي تاخد لي كلور كلور. علشان كده جيم هامبل ده الحكومه بتدور عليه وعايزه اللي هي تقبض عليه. هل هو راجل وحش؟ انا شايف ان الراجل مش وحش. الراجل لما كان في افريقيا وشاف الناس عندهم الملاريا واخترع المادة دي او عرف يركبها ازاي، وفعلا المادة دي قضت على الملاريا، الراجل كان غرضه شريف. لكن غرضه الشريف ده عمله بطريقة كيميائية، كلور مصنع، اللي هو يسبب لك تليف في الكلى وفي الكبد، ويعمل لك هيموليسز اللي هو تمزيق لخلايا الدم الحمراء اللي احنا بنقول لها في النظام ارجوكي ارجوكي اشتغلي كويس ووصلي الاكسجين للخلايا علشان اقدر اتخلص من الفيروس اللي عندي. هو ده رأيي يا جماعة في الام ام اس. انا استحالة اخد حاجة زي كده، قلت لك كل الحقيقة عنه بكل صدق. انت عايز تكمل تاخده براحتك، مش عايز تكمل برضه براحتك، بس هذه المادة لا أنصح بأي بني آدم إنه ياخدها، مش عشان تضيع 30% من الفيروس تقوم مدمر الكبد والكلى. خشوا دوروا عليها على النت، خشوا شوفوا أنا بقول إيه، خشوا شوفوا الكلام اللي أنا بقوله صح ولا غلط. البحث اللي أنا جبته من الدكتور، مش من الدكتور، البحث أنا اشتريته هنا من مكتبة في أمريكا. البحث اللي أنا اشتريته ده عن دكتور كان شغال مع جيم هامبل، فعلا اثبت في الكتاب ده انه بيعالج الملاريا بنسبة 100%، بقية الفيروسات بنسبة 30%، حالات كتيرة جالها تدمير عام في خلايا الدم وفي الكبد وفي الكلى. قبل ما تاخدوا حاجة اقروا عنها، قبل ما تبلعوا حاجة ببقكم اعرفوا انتوا بتبلعوا ايه. لما بتاخدش حاجة طبيعية 100% ربنا هو اللي خالقها، الانسان ما تدخلش فيها، اعرف ان انت بتدمر نفسك خصوصا لعلاج الفيروسات. يلا باي باي.